EFM كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا مرحبا بكم. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تابعوا فينا. هذا موعد جديد من كلام القلب نتاعو حتى للحداش نتاع الليل. تحية لكم مستمعينا متابعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تنجم تابعونا كالعادة على شين يوتيوب EFM TV ولا التويتش راديو EFM. حلقة الخميس 2 مارس 2023 كالعادة العقل ياخو راحة نوعية زمنية لمدة ساعتين والكلمة تكون للقلب. نسمعوا القصص والحكايات على الرقم 58 550 709 كلام القلب. أكيد لما واحد يحب شخص لما المشاعر تتحرك داخل جسد الإنسان وداخل روح الإنسان فأكيد تولد حاجات تظهر عليك. إما يزيد في الوزن إما ينقص في الوزن إما البدن تحسه تعب ساعات يتقوس من تعب الحب إما الوجه يصبح عابس. احنا موضوعنا الدموع وهي أكثر الأشياء اللي لما تكون موجودة تكون واضحة أمام مرأة الجميع. أنت اللي تسمع فيا أو تتفرج فينا في قصة حب اللي عشتها علاش بكيت على شخص حبيته؟ شنو اللي وصلك هبط دمعة على شخص حبيته؟ هل لأنك متوحشه برشا؟ هل لأنه فرحك برشا بكادو مش نورمال بكلام مش نورمال بالوضعية اللي ما بيناتكم مش نورمال وصلت بكيت من الفرحة؟ يلا هذا الجانب المشرق. على شمالي وصلت بكيت علاش؟ على خاطر حزنك، على خاطر مشي عليك، على خاطر قلك كلمة توجع، على خاطر بيتك في وضع حزين نوعا ما أو في موقف مش كالعادة، موقف مش ولا بد. دونك موضوعنا اليوم دمعتك علاش وصلت هبطت؟ على خاطر اللي تحبه سعادة أم حزنا؟ أيهما ولا بينك الزوز؟ أنت احكي لي حكايتك على الرقم 58 550 709 يلا الكلام للقلب. أحباء الكرة نعطيكم كل مرة جديد في الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة ذهاب نصف نهائي الكوبا ديل ري. تلقاو معنا النتيجة المباشرة هنا زادة في الأثنين. استناو تليفوناتكم على الرقم 58 550 709 جوزيف عطية تغيري نسمعوها بعد الفاصل. يلا انتو ما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 9:15 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب موسين حتى الأحداث متعليل. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا. تحية خاصة زادة المتابعين خارج تونس. إن شاء الله نكونوا مونسينكم ونتعديوا معنا ساعتين ممتازين حتى للحداش متعليل. موضوعنا اليوم دمعتك الواش وصلت هبطت على خاطر اللي تحبه؟ هل من كثر ما أسعدك وصلت هبط دمعة ولا من كثرة يمكن الموقف الحزين اللي وصلت له دمعت على خاطر الشخص اللي تحبه؟ معنا أحمد. أهلا وسهلا أحمد. أحمد أهلا وسهلا. عسلامة أخوي. عسلامة سيد أحمد. شنو حوالك؟ والله الحمد لله نحمد ونشكره. الحمد لله ونعم بالله. منين تكلم فينا سيد أحمد؟ بن عروس. بن عروس هاك حماني. شنو الأمور غادي؟ الحمد لله الحمد لله. تسوق سيارة ولا تستعمل وسائل النقل؟ لا نسوق السيارة. كنت تستعمل المترو قبل غادي؟ كنت تستعمل مترو الكار وتاكسي جامعي. اللص كنت تاخو؟ كنت ناخو اللص. الأغلبية مرسكي قالوا لي. لا لا العمر لا يعني رسكي تهنتر. كديش العمر سيد أحمد ساعة؟ 40 سنة ما شاء الله. باهي موضوعنا اليوم سمعتو؟ سمعتو ذكرني ذكريات. يلا مالا على بركة الله لماذا أبكتك المرأة التي تحب؟ بكتني خاطر مشيت معها بصدق وبصراحة وحبيتها وفوق يعني لكن خلتني ومشيت. لماذا وكيف؟ أنا قبل ما نعرفها كانت عندها أنا مين معها واحد
عميون كوما ما تهموش أسبوار كان عندها شكون به؟ ما قتل لي ولا ونسيتها الحكاية ونسيتها قلت أوكي يعني معاك أنا خطبتها أحد وبروغرامي باش نعرسوا يعني باش تعرسوا به؟ ما راني كان يعني تثبت في روحها ما تقولش يعني ما تقولش رجع على السيد هذاك رجع هو رجع السيد ويعني يعني تكذب علي تقول لي نسيته اني نخدم العشيه ونخدم الصباح وحكاوا لي زملائي ما قالوا لي راهي تقابل في شكون ما صدقتش لين دونك هي المفروض قالت لك نسيته لكن كي عاود ضر على الساحه عاود تحنت له ورجعت له هكا هاي في الاثناء انت حبيتها في الاثناء حبيتها وانا عملت معاها اللي حاجات يعني الاثناء هذيك قديش دامت اللي انت حبيتها فيها عامين عوينين كانوا فيهم لحظات سعيده بطبيعه الحال الى ان اكتشفت لأن اكتشفت اللي رجعت تحكي معاه وعاملة بيس أخرى تحكي معاه وعاملة فيسبوك آخر للي رجعوا للي جاتني نهار قلت لي راني رجعت معاه كل واحد على روحه قلت لها علاش قلت لك كل واحد على روحه ما قلت هلكش أنه رجعت ما قلت هلكش لي أنا رجعت له ما نجمتش بعد يمكن بثلاث أيام ولا أربع أيام دونك انهيت القصه وبعد 4 ايام انت فهمت اللي هي كانت اونتر تون مع الحبيب الاولاني وبعد هذا الخداع ذرفت الدموع يا سيد احمد ذرفت الدموع يعني مش ذرفت الدموع على خاطرها يعني على يعني ربي معها على المبدا يعني واحد سمع يعني كل اللي تعديت علي ولا يعني حسيتها يعني اللي هي تعدت علي ولا يعني ما بكيتش على خاطرها ما بكيت بسببها بكيت بسببها بسبب انت تسميها خيانه ولا شنو تسميها انت تسميها خيانه خاطر ولا تسميها وهم ما كرهش دخلتك لي وقت اللي هي مازلت عندها مشاعر للي قبل والله يزوز بين سيرتو اللي هو واحد قديم مش واحد جديد خاطر هي تحكي لي عليه قالت لي راهو عندنا 15 سنة مع بعضنا من الليسي ومن هكا ومن هكا قالت لي راهو فات الحكاية وما عادش ويضرب فيا وهكا 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 قلت لها راني معاك أنا أنت من الأول كي قالت لك اللي كانت في قصة دامة 15 سنة ما وهقتش والله شو نقول لك وهقت ومن بعد قلت لا امبوسيبل كانت تعملها ويعني وصلنا كلنا الماء والملح مع بعضنا و يعني قالت لي ليه ما عادش امبوسيبل المفيد هي هكا عرس تربي معاها خذيتو خذيتو هو وانا عرس على روحي وعندي زوج صغيرات بعد قديش خذيتو هي بعد قديش خذيتو بعد بيكون بستة شهور عملوا دات عرسوا وكل بعد بثلاثة جماعات من اللي مشيت عليا يعني عملوا فيهم سال ان شاء الله على السرعة اي سرعة وسرعة وانت بعد قديش عرست؟ انا عرست بعد بعام بالسرعة هذي عودت حبيت؟ عودت حبيت خاطر المرأة اللي عايشة معايا تو نسيتني في برشا حاجات هكا والله عوضت لك الالم والدموع هذيك عوضت للدنيا الكل عوضت للدنيا الكل دونك تحولت الدموع الى فرحه معاه والله يرحم والدين 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 والده تسمع فينا هي تو لا توي كيريك خاطر توي يعني فوق الخدمه تو يقلقها زعما لو تسمع انك تحكي على المراه السابقه ممكن يقلقها ممكن يعني انت ماذا بيك ما تسمعش هي لا ماذا بيه ما تسمعش انت مشاعرك اليوم 100% اصبحت لزوجتك ولا زوجتي وولادي وعائلتي وامي وبابا ولا فما بعض الروفات اللي مازال لا امبوسيبل لا ولا شيء كما قال خالد حسن ولا شيء مش صافي سعيد يقولها اي صافي سعيد بقتها الكابتن كيكا خطيه اي
شو تقول زوجتك سيد أحمد في 10 ثواني؟ نقول لها ربي يخليك لي وانت راك تعيش فوق راسي، والله يرحم والدين والديك. الدموع كي كانت تهبط قبل حزنا أغلبها ليلا ولا نهارا وليلا؟ والله في الليل. في الليل تفكر وقتلي... ايه يعني تفكر كيفاش كانت معايا وكي... وقت اللي إيه تستفرد بحالك. ايه انا اكثر حاجة غابتني اللي هي عادتها علي وكهو نحسها عادتها علي. حسيت روحك في وقت ما مشيت بنيتك وكهو مشيت بنيتي. تعتبر ربي يعوضك بمخير؟ لا تحار ربي رو ربي ربي كبير. ريت كيفاش؟ ربي كبير. إن شاء الله ربي يخلي لك العائلة سيد أحمد، مرتك وصغارك وباقي الأشخاص اللي تحبهم. والله يرحم والدين والديك. عايشك تخدم توا قلت لي سيد أحمد؟ نخدم أي نخدم بالليل خويا. ربي يعينك سيد أحمد، إن شاء الله نلقاوك ديما معانا في الاستماع ومرحبا بك في أي قصة أخرى قد تجد نفسك فيها تنجم تحكي. مواصلين معكم في كلام القلب حتى للحداش متاع الليل. موضوعنا لليوم الشخص اللي تحبه بكيت بس بسببه، ذرفت الدموع بسبب متاعه هو. أما علاش بكيت؟ هل بسبب فرحة من عنده لأنه فرحك برشا، ولا لأنه صار حاجة مؤسفة حزنك بعد عليك عملك حاجة ماهيش باهية فبكيت بسبب الشخص اللي تحبه؟ شنو اللي خلاك توصل تبكي من الشخص اللي تحبه؟ شاركنا حكايتك على الرقم 58 550 709 زياد برجي هيدي حبيبة قلبي، ورجعين معاكم بعد شوية. كلام القلب أصالة لغالب نسمعها بعد شوية في على EFM. واصلين معكم في كلام القلب حتى للحداش متاع الليل. اللي تابعوا الكرة، برشلونة تسجل هدف الأول ضد ريال مدريد، هدف يحسبه الفار في نصف نهائي الكوبا ديل ري كأس إسبانيا ذهاب في ملعب سانتياغو برنابيو. وإحنا موضوعنا في كلام القلب مازلنا مواصلين فيه، بكيت على الشخص اللي تحبه، بكيت على الشخص اللي تحبه، هل كانت البكية أو الدموع اللي هبطت دموع فرحة لأنه فرحك برشا فبكيت، وإلا كانت دموع أسى وحزن لأنه وجعك وعملك حاجات ما كانتش مساعدة في العلاقة ما بيناتكم؟ إذا عشت الدموع هذه احكي لنا ما هي أسبابها على الرقم 58 550 709. معنا علي، أهلا وسهلا علي. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله. شو أحوالك علي؟ والله لا بأس، والله ديما نتبع فيك وحبيت نشارك برشا مرات ومرة ذي هاو كتب المرة هذه. يا إيه مين تكلم فينا علي؟ من مورنيك خويا. من مورنيك، قداش العمر؟ 33 سنة. سلموا برشا على مستمعينا في مورنيك. علاش بكى علي على الشخص اللي يحبه؟ يلا على بركة الله. هي حكاية قديمة وحبيتها سمتني وطو، وأنا أبسط حكاية لاني فاهم لا هي ما زالت عايشة والله ما يكتب صمت. قديمة قديش عندها؟ والله عندها 10 سنين. 16 سنين. صمت بيه؟ كيفاش كانت القصة؟ كل شيء صمت. اي وهي مش من انا نسوسة صمت وتعرفت عليها صمت. ولطول حبيب لا ننسى ولا حتى الدار والعيلة وولاد حومتي ديما نخبي فهمت، وديما نقول تخبي في شنية يعني شبيك متعرسش وشبيك وشبيك وانتي على خاطرها؟ وانا على خاطر، وكل يوم نقول نقول عايش تطلبني عايش تطلبني فهمت. دونك انتم كنتم مع بعضكم، هي انت من هنا وهي من سوسه. ومتقابلوا كل شيء وعشنا ايامات حلوه ونطور كل ما نفكر. ثم شنو صار علي باش هبطت الدموع هيك؟ والله انا حسيت شنو اختفيت فجاه، مشيت تعركت وشو صار فجاه؟ يعني ما فما حد شيء باش يربطني، باش حتى مشيت ونفسي وكل شيء ومشيت لعائلتها
وما فهمش جملة حتى خبر وما نجمش حتى ننسى وما نجمش حتى شكون شي يجي شي حتى في عائلتها ما فهم حتى خبر حتى في عائلتها ما فهم حتى خبر هما مخبينها عليك ولا هي ما هيش في دار عائلتها بطبيعتها زادها خرجت مخبين علي ما لقيتهاش في قرايتها في خدمتها وين ما لقيتهاش اصلا والطبع ما نجمش حتى ننسى يا عجبكش والطبع تصورها عندي وكل شيء يعني 16 سنة المرأة اختفيت وما تعرف عليها وما تعرف عليها شيء ما نعرف عليها حتى اخبار ليلة تصليش عن ليلي صلى الله عليه وسلم فما طفلة تشبلها نفس الشبيه اي قلت سي هذه جد مشيت لها هذه قالت لي رأيك غالب قلت لها سبحان ربي انا قلت لها حاجة بارك ترى شوفت الصورة هيك قل لي انت تشبلها ولا قالت لك اي يبدي غزرت لي قالت لك تهيانة هذه بعد قالت لي كيف حكيت لها الموضوع قالت لي ان شاء الله يا ربي يعني لقيت انت شبيهة بالضبط اه شبيهة ونفس بنت حومتي فهمت ونفس شبيهة وكل شيء وكل ما نغريها نقعد نغزم وهي ماشي فهمت اه قعدت ترى فيها برشا مرات هذي اللي تشبهلها بنت حومتي يعني والاخرى اختفيت لتو مش موجود والاخرى ما عندي عليها حتى خبر لا عندها فيسبوك لا عندها تصور لا عندها شيء فيسبوك جملة ما تنحى جملة كل شيء تنحى اصلا حتى النمر وتبيع الوحدة هي تعيش تو مع عائلتهم ولا صارت لها حاجة و والله يعني عائلتها كي مشيت تلوج عندهم نعم هما زاد قاعدين يلوجوا ولا شيء راحوا بايا واستقبلوني وكل شيء اما ما حبوش يعطوني والله. يعني ما لقيتهمش يلوجوا عليها يعرفوها وين لا ما لقيتهمش يعني يلوجوا عليها غريبة دونك لحد الان شوفت انت تو الموضوع اللي كان تو الشخص اللي قبلي فكرت الموضوع قمت نفسي دونك اختفائها هو سبب دموعك علي يا هيك برشا دموع هبطت في الليل على خاطر مشيت برشا دموع وخاصه اللي انت ماكش فاهم علاش مشيت دونك قعدت تستنى والله كل يوم نقول ايش تسلم وتعطي فيها في تبريرات تقول الله اعلم بالك صارت كذا صار كذا يا هيك ومشيت حتى نسل في بنات حومتها وكل شيء تترجع ان شاء الله ترجع ان شاء الله ترجع والحد الان عمري 33 سنه ومزيد ما اعرف ولا حياتها لمن تنادي حياتها لمن تنادي وقلت لي كي يقولوا لك شبيك ما تاخذش تبدل الموضوع ما تحبش تحكي ما نحبش نحكي حتى من الدار وانت ما تحبش تاخذ على خاطرك تحبها ولا على خاطرك تستنى فيها ولا باقي نستنى فيها تستنى فيها هو انت عام كامل حتى عديت عام مديتير كنت اقرا مديتير فهمت عشناه مع بعضنا واستقبلوني دارهم وكل شيء يعني ما عمري باش ننساه وتجيني انا بالذمه ونمشي له بالذمه فهمت اي اي مونات لازم تجيني ونمشي له ولليوم ما زالت الدموع على خاطرها علي والله لليوم شيء ما نشفتش نحكي لك اعتبار هي تو عايشة والله تصورها تو في التليفون يعني. عايشة هي ولا يا زعم والله ما نعرف احساسك احساسي احساسك يقول لك عايش حيه وعايشه حياتها ويمكن عرست وجابت صغار ولا شنو يقول لك والله ممكن عرست وانا شو نقول لك حاجه اي انا الفتره الاخرانيه حتى حلمت وكل شيء نصور اللي بدلت حياتها ومشت على خاطر برشا حاجات مشيت على خاطر برشا حاجات منهم شنو
والله هي تحب تحلم وتمشي وتخرج البر. دونك هي طفلة حالمة عينها محلولة تحب تكتشف تشوف حاجات. دونك الفترة الأخرى بعد مرور سنوات وليت ترجع فكرة انها خرجت البرة وعرفت شكون وعاشت البرة حياتها. فرضيت انه هي عاشت حياتها ويمكن الله أعلم عادي يطلع عندها 3 صغار او 16 سنة عندها وانت حبيس سجن الحب هذا حابس ندور في نفس البلاد. الحمد لله راني نخدم وجاوب ريدي. كانت تتأكد اللي هي عرست وجابت صغار ورجلت حياتها نجم تقدم انت تولي تتزوج تشوف حياتك ولا باش تقعد هكا مهما صار؟ ممكن وقتها هاي ممكن. دونك المشكل خلتني حابس هكا. المشكل اللي تعاني منه المشكل اللي فيه انت دونك الحيرة انك انت ماكش فاهم. يا ودي مانيش فاهم جملة يا بحابس نفس الدورة. على الاقل كان مشيت تقول لي خل نفهم. هاي هكا لو ميساج ممكن نبرد انا نقعد 3 أيام 4 أيام وبعد ننسى. شو تقولها؟ شو تقولها كان تسمعنا نختموا بالرسالة هذه؟ والله بس تهز التليفون وتقول لي برا على روحك. هز التليفون وقول لي برا على روحك خل نفهم روحي. هي هكا بالضبط. إن شاء الله تسمعها هي الرسالة إذا هي طبعا موجودة ويوصل لها الكلام هذا. وخلي تقول لك الرسالة هذه باش أنت تفهم باش تعرف حياتك كيفاش حياتك تنجم تستناها ولا سيء ولا اللي راح أصغر مني عرس وجابوا صغار. ماكش كبير أنت علي أنتو كا أما الفترة اللي عندها برشا أنت 33 قلت لي 33 سنة. اي 33 سنة ماكش ما نحكيوش على اما الفترة هي من اللي مشيت برشا فترة بعيدة برشا تاع يعني قاعد كان كرا وعنده زوج الغالب من اللي عمرك 17 يعني. ان شاء الله توصل الرسالة وان شاء الله تعود لك برد يرجعك من جديد حتى تفهم حياتك ومستقبل حياتك بها او بلاش. شكرا لك علي اللي شاركتنا هالمشاعر هذه واسباب الدموع اللي هبطت طيله فترات. مصير معكم حتى لحتاج تعليل في كلام القلب. دموعك هبطت على خاطر اللي تحبه هبطت بسبب حاجه تفرح ولا بسبب محزن وبسبب اوجاع سببها لك الشخص اللي تحبه؟ شاركنا هالحكايه متاعك على الرقم 58 550 700 وتسعة. أصالة الله غالب نسمعوها تتسويت على EFM. EFM كلام القلب. انتوما تسمعوا في كلام القلب طارق الحناشي على EFM أحلى راديو. 9:43 دقيقة رجعنا معكم في كلام القلب. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا تابعوا فينا موضوعنا في كلام القلب مواصلين فيه حتى للحداش متعليل. دموعك هبطت على خاطر الشخص اللي تحبه هل بسبب مسعد ولا بسبب محزن؟ شو اللي خلى دموعك تهبط لما تسمع اسم الشخص اللي تحبه؟ شاركنا حكايتك على الرقم 58 550 709. 58 550 709. معنا سي عمار أهلا وسهلا. عسلامة سي عمار شو حوالك؟ الحمد لله ونعم بالله. منين تكلم فينا سي عمار؟ الحمدية. منين؟ الحمدية. تحية كل مستمعينا في المحمدية يعني. كم العمر؟ قديش العمر؟ 67 سنة. ما شاء الله. ما نعرفش عليش سي عمار حاسس الدمعة قريبة حتى في نبرة صوتك. وموجودة عليش على بركة الله. يلا والله المدام الله يرحمه تعرفنا من عام 79. أنا مازلت نقرأ على بعضنا بنت حومتي كتب المكتوب تزوجنا جبنا وليدات توا كبروا كبرت وليدات هزوز وليد وبنية معرفين كبرت الأولاد عمي والهز ربي أمانته خلت علي راسها كبيرة أختيش قولي أرحم رجعين وليدك. أختيش توفيت توفيت عمي ونفمي بعد عيد بجمع بعد عيد صغير بجمع 900 2022 900 2022
كانت وفاة فجأية ولا كانت مريضة ولا؟ مرض هزرت مرضت شوية ما تعبتش برشا الحمد لله ما بس الحمد لله أنا ولد سنتي مرضت هزيتها قمنا بالواجب كاو هزر بنتي كاو الله يرحمه الحمد لله كاو خليت عليها بلاصة كبيرة وكأنه دارنا قبل ستها ندخل رجعتها ثم تلحش لغد قلت كدي يقول لي من الجيران ولا قريبها يا رحمة رجال نبكي وحدي من غيرها شيء قد تعمل عام تقريبا 40 سنة مع بعضكم تقريبا 40 سنة كهو الحمد لله الضربين تاعو كهو تعشمنا على الخير ما صنعت منها شيء كونتني بقدير قدايا الله غالب كهو الأولاد كبار برك الله الكبير يخدم بروف فيزيك الأولاد الصغير هذا يخدم كويزيني البنية زادة معرسة نتهنية ربي يهنيها معناها ما خليتني شيء ودي يسكن معي جو سوي بيا أنتوري بيا نوري بيا أنا ماكلتي نباف في كل شيء موجود فهمتني أما بلاصتها هي وحدها بلاصتها وحدها أنت متقاعد يا عمارة متقاعد يومك مليء ولا فارغ نوعا ما؟ نعم النهار متاعك مليء بشوي شغل أنا نسأل فيك باش على الأقل يعاونك شوية لا 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 مليء بالشغل مليء بالشغل أنا جيبش نقعد في الدار نهار كامل نجم نسألك على عمرها اللي توفيت فيه؟ أيها 62 سنة 62 سنة 62 سنة هي بيدا كانت متقاعدة وقت لا ما خدمتش ما خليتهاش تخدم نخدم أنا شوية خدمت في اللي بريفي في اللي كلينيك في السبيطار دونك 40 سنة تعودت أنه 40 سنة تعودت أنه تخرج أنت تخدم ثم تروح تلقاها في الدار نلقاها في الدار أوليتي نخرج نتفرهد وكبرنا الأولاد الحمد لله متهنين بدويرتها بكري بسها متهنين الحمد لله كونتني هي دي كونتني فهمت راح متهنين نمشي نخدم في النهار في الليل متهني على صغاري قراتهم هو وعائلتها زاد الله يرحمها ديما خواتها امها يرحمها خواتها معناها ما يهزوش رسم قدامي تو يقولوا لي خويا الكبير خوها ديواني خوها تاكسيس داخل تو يقولوا لي خونا الكبير تو ونعمة الزيجة ونعمة بالله ونعمة الزيجة ما كلمة العيب ما فارش بيناتنا 40 كلمة العيب ما فارش بيناتنا هذاك اللي باهي الحمد لله هذاك اللي باهي ورغم توا قريب نسكروا العام لانه دموع سي عمار ما زالت عام 22 و20 ما ينفعوش ربي هنا بخير ما ينفعوش العام حد شيء والخمس سنين حد شيء والعشر سنين صحيح ورزوج وندخل الدار نلقى الدار فارغه انا بيت النوم توا حتى حوايجي خرجت منها ما نجمش ندخل بيت النوم توا كنحلها في المغرب نضويها وتبات تشعل توا حتى الله غالب ان شاء الله ربي يرحمها عايش بيت النوم تكون شيء مسكره قاعده كيكه نجم مش ندخل لا يرحم عايش ودي فارقة إن شاء الله تكون من أهل الجنة وربي صبرك على فريقها عايش وكم هي محظوظة بزوج كيفك اللي 10 و20 وعام و200 سنة قلت ودموع ما توفيش على فريقها لأنه كان نمشي كل مرة نمشي جوش الليل نقرأ شوي يقول إيه نفر قلبي الروح كهو ما نخل في النهار نضيع الوقت نمشي جوش الليل صحيح إذ مصحف نقرأ شوي قرآن نسقيك الخبر عن الأخبر تبارك الله مزاوي كل شيء كما حابوا ولادها كما شيء نمشي نقرأ شوي قرآن إحنا هي وامها مدهولين إحنا بعض نضيع شوية وقت تصيب نسقيك الخبر نزينهم كو الروح كو عندي ما نعمل كو
هذا أفضل ما تنجم تعمله لها، دعاء القرآن، زيارتها أحيانا في قبرها. إن شاء الله هي تكون إن شاء الله هي تكون من أهل الجنة، وإن شاء الله يكون الاجتماع الجديد في حياة أخرى إن شاء الله في جنة الخلد. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله دعوة مقبولة، دعوة مقبولة إن شاء الله، دعوة مقبولة إن شاء الله. شكرا لك سي عمار لشاركتنا حكايتك، وإن شاء الله دعوة مقبولة في ليلة الجمعة هذه، ربي يرحمها، وإن شاء الله ربي يلاقيك بها من جديد في جنته إن شاء الله، ربي يرحمها وربي يصبرك على فريقها. حب كبير، 40 سنة من العشرة ومن الزواج، وصعب يكون الفراق يكون بطريقة كما نحكى. مواصلين معكم حتى ال 11 متاع الليل في كلام القلب، موضوعنا هو نفسه، بكيت على خاطر الشخص اللي تحبه، علاش؟ سبب مسعد، سبب محزن، فراق، وفاة كما اللي صار مع سي عمار. احكي لنا حكايتك على الرقم 58 550 709. الناس اللي تبع الكره، الشوط الاول بين برشلونه وريال، وفي واحد شيء برشلونه هدف فرانك كيسي بعد العوده للفار. تامر حسني لي طلع، وراجعين معكم بعد شويه في كلام القلب. كلام القلب